مفيش شك ان كل عشاق صوت الفنانه ماجده رومي مستنيين النهارده حفلتها بفارغ الصبر. عشان كده حاولنا النهارده ننزل كده في العالمين ونشوف الناس مستنيه اغاني ايه من الفنانه ماجده رومي، اكتر الاغاني اللي بيحبوها للفنانه الجميله طبعا اللي صوتها حلو قوي. وخلونا نعرف كده الناس يمكن جاوبت ايه في التقرير ده. أغنية كلمات بحبها قوي، وفي أغاني كتير تانية بحبها برضو زي بالقلب برضو. ليه تحديدا الأغنيتين دول؟ هي صوتها لوحده بيبقى حاجة تانية، يعني أنا بحب أسمعها كتير قوي. إيه والله أنا ما اسمعهاش كتير، بس اللي أعرفه أغنية حبيبي دي اللي أعرفها قوي يعني. كلمات ليه؟ شعر نزار قباني طبعا، الشعر العظيم، وهي أدتها بروح وبإحساس تحفة تحفة يعني. سواء بقى شفتها وهي بتغنيها، شفتها بعينيك، او حتى سمعتها، الاحساس وصل لك في اي وقت يعني. كلمات ليه؟ كلمات ليه بقى دي كلها مقولها مزيكا صح، كلمه صح، وطبعا صوت في منتهى الرقي. ممكن حبيبي، بحس الاغنيه، بحس كلماتها بتدخل القلب شويه كده يعني. بس كلمات طبعا يعني، احنا من اول ما وعينا الدنيا هي كلمات دي مقصره. شوف بقى لها يعني دي سنين كتير قوي، دي اكتر من 25 سنه مثلا او حاجه زي كده. فطبعا كلمات دي على طول بنفضل فاكرينها ونحب نسمعها، وهي اصلا شخصيه جميله يعني. كلمات ليه؟ فيها معنى حلوه وقصيده، يعني تحس ان هي جايبه من اللغه العربيه ميكس على اللغه الحاليه، وفيها لحن ممتاز الصراحه. أغاني كتير بحب أسمعها كتير، حتى من وأنا كنت صغيرة برضو بحب إن أنا أسمعها. كلمات ليه؟ عشان كلماتها جميلة، وعشان ماما بتحبها فأنا بحبها معاها. والله أكتر أغنية بحبها اللي هي بالقلب. ليه بقى؟ لأنها بتفكرني بذكريات جميلة بصراحة. كلمات جميلة جدا بصراحة يعني. ليه بقى؟ كلمات حلوة، و تحس بالدفء كده في الكلام. ممتازة يا ماجدة رومي بصراحة يعني، بحبها من زمان بصراحة. ايوه كل اغاني ماجدة رومي جميلة جدا الحقيقة، بس هي كلمات رائعة.